سي عبد العزيز، دائما نسعد باللقاء معك سي عبد العزيز من خلال بوابة اللي كتفتح الفرصة صراحة للتقاسم كل ما هو علمي وكذلك تغطية مجموعة من التظاهرات. اليوم بالمناسبة انه السيد مفتي شيخ حسن، انا كرئيس وفد ديال الجهة ديال مراكش اسفي، فكنحضروا المنافسات اللي كتنظم على مستوى الدار البيضاء في الأنشطة ديال البيتش فولي، الريغبي، بينغ بونغ، الباسكت أطروا. طبعا كيف ما كتلاحظوا في هذه الصباحية هذه فالأجواء جد رياضية، كاين حضور وازن مجموعة من الجهات، وحنا كيف ما قلنا هذه مسألة مهمة في الارتقاء بأنواع الرياضية هذه الجديدة سيرتو في الباسكت اللي جات الحمد لله لو سيكتور ديال لو سبور سكولير، فهي رافعة أساسية كذلك باش نفتحوا المجال للانخراط لواحد الفئة ربما كانت كتحس واحد الوقيته انها مقصيه من المنافسات، فهذه صراحه فرصه يعني باش انها نشاركوا. كنشوفوا البيتش فولي، كنشوفوا البينغ بونغ، الباسكت اطروا، انا كنتمنى حظ موفق للجميع، وكنظن هذه فرصه كذلك لتجديد اللقاء مع مجموعه من الزملاء اللي كنتلاقاوهم، وفرصه كذلك يعني التدافع الفكري يعني باش انا ربما في تطوير الرياضه المدرسيه. السلام عليكم سي عبد العزيز، كنجدد الشكر ديالي للبوابه والسي شخص السي سي عبد العزيز اللي هو صديق وزميل العمل. كما قال سي هشام يعني الاجواء الرياضيه محضره 100% وباش الامور تبارك الله، يعني الاستقبال كان رائع بالنسبه حنا كرئيس وفد رأس الفيلات، يعني الامور دازت بسلام بحول الله. بالنسبه لما كتشوفوا التظاهرات بدات يعني في الوقت ديالها، يعني وهذا كيعكس واحد الانضباط في عند سواء اللجنه التنظيميه او حتى المشاركين، يعني تسعود داروا في البرنامج ديال التسعودات في المباريات ان شاء الله وراه انطلقت في الوقت ديالها، نفس الشيء في المراكز الاخرى. ولا يسعنا الا ان يعني نشكر مره اخرى المديريه والناس اللي مسهرين في التنظيم ديالها وسميتو يعني في جميع التظاهرات اللي دازوا في يعني الى حد الساعه. وشكرا سي عبد العزيز على هذه الاستضافه، شكرا. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.